إقبال بهذا الحجم ليس غريبا على أقدم محل لبيع حلوى الشباكية، فهنا ومنذ إنشائه عام 1928 تحققت معادلة الجودة والثمن المناسب بالنسبة لكثير. صاحبه الحاج محمد مكاوي الشاوي توفي عام 1976، وابنه اليوم هو من يباشر إرث أبيه. الكمية على حسب، يعني على حسب الفصول، بحال هذا الوقت ديال العواشر تتكون الإقبال كثير، ومن تيكون عاوتاني في سير الايام تيكون ديك الشيء على حسب. مساحة المحل الصغيرة لن تؤثر يوما في كمية انتاجه لحلوى الشباكية، والتي يرتفع الاقبال المواطنين عليها بمناسبة شهر رمضان، فهي تعد من اكثر الحلويات التقليدية شهرة وخير معمر لمائدة الافطار. شباكيته زوينة، كنخدم من عنده كل عام في رمضان. السيد معروف من شحال من سنين بالنظافة وبالجودة ديال الشباكي ديالو، من سنين بحال تنجي عنده، تنجي من قنيطرة انا. الشباكي ضروري في الطابلة المغربية، اللي بلا بها ما تتسماش راه كفار رمضان. جمال المائدة المغربية إذن لا يكتمل إلا بوجود حلوى الشباكية لما تحتويه من مواد مقوية كالعسل، والذي يساعد على الرفع من طاقة الجسم خلال فترة الصيام.